أهلا بكم. النصوص هي أهم عناصر التصميم، خصوصا في إعلانات السوشيال ميديا. وحتى نكون نص احترافي في الإعلانات لابد أن نراعي القواعد التالية. أولا، نسق أحجام الخطوط. يجب توزيع النصوص في التصميم إلى ثلاث مستويات وحسب الأهمية. أولا، الحجم الأكبر وعادة يكون بالأعلى، وطبعا هالشي راح يكون للمعلومات الأكثر أهمية. ثم يتناقص الحجم كل ما نزلنا نحو الأسفل، وطبعا التسلسل من الأعلى إلى الأسفل هو الأكثر مثالية بالنسبة للقراءة عند التصفح. ثانيا، لا تختار العديد من أنواع الخطوط. خلي في بالك أن اختيار عدد من أنواع الخطوط غير مناسب جدا، وراح يكون تصميمك مبعثر ومزدحم. أيضا يجب أن تتأكد أن اختيارك للخطوط يجب أن يكون ملائم لنمط وسياق التصميم. على سبيل المثال، المعلومات المهمة كوقت وتاريخ حدث معين يجب أن لا يكون بنوع خط غير واضح. أيضا يجب أن تختار للفقرات الطويلة فونت سهل على العين قراءته، كما أن بعض أنواع الخطوط يصعب رؤيتها عند تقليل الحجم. ثالثا، جرب استخدام أوزان مختلفة للخطوط. أغلب الخطوط يكون بها أوزان مختلفة للنمط والسمك. السمك فهو يشير إلى رسم الخط، ممكن يكون رقيق أو متوسط أو سميك أو حتى سميك جدا، حيث أن هذه الأنماط تعطيك توزيع أدوار للنص بشكل احترافي. فالحروف السميكة لعنوان الرسالة تجعلها أكثر وضوحا، أي أن السمك البصري يشير إلى أنها الجزء الأهم في تسلسل التصميم، مما يسهل البدء بقراءته. رابعا، قم بإضافة بعض الألوان إلى النص. الألوان حالها حال أنماط وأسماك الخطوط، فهي طريقة أخرى لجعل أجزاء معينة من التصميم تبرز بشكل أفضل من الآخر. لذلك يجب عليك كمصمم أن تختار الألوان اللي تتناسب مع غرض تصميمك، لأن الألوان عادة لها معاني وارتباطات معينة. مثلا، الأحمر يشير للأهمية أو الخطر أو لزيادة الانتباه، والأخضر يشير للسلام والربح والإطمئنان، وهكذا كل لون له دلالة معينة. خامسا، اعطي المسافات حقها من الاهتمام. يجب استخدام مساحات كافية بين الأسطر، وكذلك مساحات كافية حول النصوص والعناصر النصية الأخرى. ممكن نستعين بمجموعة من الألوان والأشكال الهندسية في تنظيم وفصل العناصر المختلفة بالتصميم. فعندما نطالع تصميما ذا مساحات موزعة بصورة جيدة، سيتضح لك على الفور كيف تبدأ القراءة وتحصل على المعلومات في التصميم. سادسا، تلاعب باتجاه النص. قد يكون النصوص المستقيمة غير مثيرة في بعض الأحيان. في هذه الحالة يمكن إضافة القليل من الميلان أو التقوس أو الالتواء إلى النص، وهذا طبعا يجعل تصميمك متميز وجذاب. طبعا بعد ما بينا هذه الفقرات، من الجيد استخدام كل أو جزء من هذه الفقرات لإنشاء تسلسل في تنسيق النص بالتصميم. أيضا تطبيق هذه التقنيات بصورة صحيحة في تصميمك راح تجعل التصميم مثالي، مو بس مثالي، راح يكون صديق للمستخدم وراح يقرأ بسهولة. فعندما تعمل على تصميم يحتوي على النصوص في تصاميمك القادمة، جرب تطبيق هذه التقنيات لتحصل على تصميم احترافي وممتع.